10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام، اهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد ومباراة جديدة للفارس الابيض نادي الزمالك ومباريات كاس مصر دور الـ32. ولكن قبل ما نعرف التفاصيل وموعد المباراة والقنوات الناقلة والمعلقين، توقع معنا في التعليقات من يفوز في هذه المباراة ومن يخطف بطاقة التأهل الى الدور القادم. ونتمنى دعمنا بالاشتراك في القناة ولايك للفيديو وتعطير التعليقات. بالصلاة والسلام على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. مباراة اليوم الفارس الأبيض نادي الزمالك أمام فريق بروكسي ضمن مباريات الدور 32 وبطولة كأس مصر. المباراة على استاد القاهرة الدولي. توقيت المباراة مساء اليوم الخميس في 8 مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة. المباراة منقولة على أون تايم سبورت 1 والمعلق طارق الأدور. وانتظرونا، سننقل لحضراتكم أحداث هذه المباراة على قناتنا إن شاء الله فتابعونا. توقعاتكم معنا في التعليقات من يفوز في هذه المباراة ويخطف بطاقة التأهل إلى الدور الـ16 والبطولة الأعرق في تاريخ كرة القدم المصرية بطولة كأس مصر. شكرا لكم على حسن المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.